مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نجدد الترحيب بكم من ملعب المزدايا بفالنسيا. هذه أجمل تحية من محدثكم فارس عوض للتعليق على أحداث هذه المباراة. وصل الكرة وقدر يبعدها في هذه اللقطة، كرة مرتدة فيها خطورة، حتى الإمكانية هنا، كرة كانت خطيرة أبعدها في الوقت المناسب. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة، ضغط متقدم، استخلاص الكرة ممتاز في قراءة اللعب. عند الكرة في مكان خطير، ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. عودة اللاعبين إلى مراكزهم، عند الفرصة في هذه اللحظات، فرصة الآن والآن تتحول إلى ضربة مرمى. بتروح الكرة للخصم، بينية فيها خطورة، قد تكون هذه الفرصة هنا في مكان خطير. تصدي ممتاز لحارس المرمى، ماذا سيفعل الآن؟ تمريرة كانت قوية ستصل لحارس المرمى. يعيد الكرة لحارس المرمى، تمريرة غير دقيقة تذهب للمنافس، بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة، تسديدة قوية للمسافة قريبة، لكن الكرة بتمر، الكرة بتعدي، كم ممكن تستغل بشكل أفضل، بشكل مثالي في التنفيذ. يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يسيطر على الكرة، كرة بتضيع. جون عند الكرة الآن، يا لحيم الله على التمريرة. جون، أول أهداف في المباراة، جيد للهجمة، تناغم في اللقطة الماضية، كرة تنتهي في الشباك. شوف العرضية، شوف النهاية المثالية، شوف كرة القدم الهجومية، واضح أنهم تدربوا عليها بشكل جيد. الله على العرضية، يا سلام على وضع الكرة في الشباك، أرسلها بقدمه، تصدي مثالي لكرة رأسية. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم، كرة في مكان خطير، كرة مثالية وعرضية منتظرة، كيف راح يتصرف فيها؟ عند الإمكانية هنا، عند الكرة في مكان خطير، بيلعب الكرة باتجاه المرمى، فرصة التعادل بتضيع، كرة تخطئ المرمى. شوف المجهود في اللقطة الماضية، كادوا أن يصلون وسيصلون إذا استمروا بهذه الطريقة. وايت، شوف كيف يعدي، شوف كيف يمر، متعني السلطنة، الله عليك. كرة بالخطأ، تحرك جيد يساعد في قطع الكرة،
حسن. بناء هذه المحاولة بهدوء وبدون تسرع. ضغط متقدم على الخصم. يرسل الكرة في الخلف. عند الإمكانية هنا. يلمس الكرة لكن ما سيطر عليها. فرصة الآن. تغيير اتجاهها والكرة تخرج إلى ركنية. ركنية باتجاه المنطقة. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. عند الفرصة في هذه اللحظات. حارس يسيطر على هذه الكرة بدون أي مشاكل. تسويبة لم تكن بين الخشبات الثلاث. ضاعت الكرة. دقيقتين كوت بدل ضائع. ركنية في المنتصف. يفشل في إبعاد الكرة بعيدا عن مناطق الخطر. صافرة الحكم تني. نتواصل مع إثارة كرة القدم في الشوط الثاني. حسن. هنا في مكان خطير. بشدة الكرة. يبعد الكرة بعد هذا التدخل. قد تكون هذه الفرصة. فرصة كبيرة للتعادل. ممتاز التصدي. تألق كبير من حارس المرمى. تنفذ الضربة الركنية رأسية راحت بعيدة. معذور اللاعب. أكيد ليس من السهل بأنك ترسل كرة رأسية باتجاه المرمى تحت كل هذه الضغوطات. يتقدم إلى الأمام. كرة بتروح للمنافس. اللعب يستمر في أرضية الملعب. حكم يعطي الأفضلية. عند الكرة الآن. تصويبة باتجاه المرمى. والحارس يرتمي بكل أناقة بكل هدوء يتصدى لهذه الكرة. هذه لعباته عودنا عليها. كرة في مكان خطير. يبعدها لخارج الملعب. رمي التماس. مساحة متواجدة على الجناح. عند الكرة في مكان خطير. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات. متبقي فقط 30 دقيقة. تدخل يبعد الكرة. يفقد الاستحواذ. كيف راح يتصرف فيها؟ كرة هدف في هذه اللحظات. يا الله فرصة التعادل. ممتاز حارس المرمى في التقاط الكرة. you
الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص الكرة والسيطرة عليها. فقدوا الكرة. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. يا سلام على التمريرات. هذه هي فرصة هدف. هدف له. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. عند فرصة التمرير. ماذا سيفعل الآن؟ أرضية على القائم القريب. أرضية سهلة في يد حارس المرمى. كرة جميلة على الطرف. حكم يقرر مرحلة أفضلية وعدم احتساب خطأ في هذه الكرة. الله على التناغم بين اللاعبين، الله على الكرة بين الأقدام، الله على المهارة. شوف نقل الكرة. الحكم يطلق صافرته لاحتساب كرة ثابتة خطيرة جدا. الكرة في مكان خطير، حارس المرمى يحتاج إلى ضبط الحائط البشري حقيقة. ابعاد الكرة والخطورة. رائع في قراءة الفريق الخصم. مساحات كبيرة في الجناح. افتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. بيرسل الكرة على الجناح. يفقد الكرة. الكرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. بتروح الكرة للخصم. يهرب من الرقابة للخلف يبحث عن المساحة. كرة في مكان خطير. يرسلها على الطائر. تصدي رائع من حارس المرمى. محاولات واضحة من أصحاب الأرض لتضييع ما تبقى من وقت المباراة حتى تنتهي بهذه النتيجة. الاعتراضات التي تستمعون إليها بصوت واضح تأتي من مدرجات الضيوف بسبب هذا السلوك للفريق المستضيف في الملعب. هم بحاجة لمشاهدة كرة قدم حقيقية، استغلال كل دقيقة من عمر المباراة على أمل التعويض. قوة كبيرة في الاحتفاظ بالكرة. يفقد الاستحواذ. عند الفرصة في هذه اللحظات. أوهو، عرضية تجد طريقها إلى يد الحارس. كرة بترجع عند الحارس.